السلام عليكم مدام. يا ماشي لجهة المفعول بالنسبة لي أنا والضعيف ماشي قانونية. هذيك المساهمة أنا ديال 5 دراهم ما شفتهاش حتى لدابا، علاش في الروسي؟ ملي جاو الدراري يسولوا علاش أنا ملي جانا وأنا نتقيدوا الدراري قال لك أسيد التقياد عندك فيه 150 درهم الدري. جوج دراري ب 250. قلت لهم ودي راه قاصحة شوية وما عنديش من نخلصها. شكون اللي غادي يقد يخلصها دابا في هذا الوقت واحد ما خدام؟ قال لي لا ضروري غادي تخلص 2 دراهم 250 درهم. قلت لهم ديالاش؟ قال لك فيها، قلت لهم ديال القانون ديال المدرسه غادي تخلص وديال الجمعيه ما غاديش نخلصوا، ما كايناش الجمعيه ما غاديش نخلصوا. قال لنا الجمعيه كاينه. امتى تاسست؟ امتى جات هذه الجمعيه؟ العلم لله. ما عرفناش امتى جات. لحقاش حنا في راسنا الجمعيه ما كايناش. العام الاول الجمعيه ما كايناش، ما خلصناش الجمعيه. ولكن الجمعيه امتى تاسست وامتى تجمعت؟ ما في راسنا ما يتعاود. خلص 250 درهم جوج وليدات خلص لهم 250 درهم. وكاين المدرسه اللي عافيه الناس، عافيه اللي عفات على الناس بهذا الخلاص. هاي عاد جوج مارس حدانا. عفات على الناس ما يخلصوش. من انا عندي واحد الدريه تمايا من شفت نخلص قال لي راكم معفيين. وهنا في الحريزي خلصنا جوج وليدات خلص لهم 250 درهم. قال لي 300 درهم وجوج 250. قلت له لا راه بزاف. قال لي كاينه الجمعيه. قلت له انا نخلص القوانين. ولكن الجمعيه لا، قال لك الجمعيه كاينه. امتى تاسست وامتى جات؟ العلم لله، ما في روسناش. هذيك 5 دراهم ديال مساهمه كورونا انت اشتكت لك دابا في الروسي. انا جات غير واحد الدريه بدي هي اللي جات خلصت، انا ما جيتش. انت اشتا دابا في الروسي اللي اشتا فيه؟ كي جاتني مفاجاه صافي، انت مخلص 250 درهم وفي التالي عندك 5 دراهم ديال كورونا. ما عرفناش داك الشيء كيفاش داير. اشنا السبب ديالها؟ ما فهمت فيها والو، انا بعد ما فهمت فيها والو. الرساله ديالي الضعيف مسكين راه محقور هنا بين وصافي. اللي ما عندوش مسكيره قال لك القوي كياكل الضعيف. قول ايه بز منك، ما عليك الا تخلص، ما بغيتيش تخلص. حنا ما بغيناش ولادنا يضيعوا. ولكن بز منك خلصنا الحساب لوليدات، ما قالوش لنا بزز، ولكن قال لك غادي تخلصها، قال لك كاينه فيها الجمعيه. حنا بغينا نعرفوا غير الجمعيه امتى تاسست وامتى كاينه. حقاش حنا في راسنا الجمعيه ما بقاتش نهائيا. العام الاول ما خلصناش. وهذا العام قال لك الجمعيه، حنا مال في الجمعيه كنحضروا لها. كيستدعوا لنا كنمشوا كنحضروا الجمعيه، وهذا العام ما كان لا امتى تجمعات امتى جات؟ العلم لله ما عرفناش. قال لك الجمعيه كاينه غادي تخلص. وقلنا ودي اللهم نخلصوا لاولادنا يدعوا اللهم نصبروا. انت ما عندكش من تخلصها هي جوج بالاخص في هذا الوقت. احنا دابا ملي بدات كورونا حنا عام ريحين. لا خدمه لا يديك لا يخليك والو. كيف ودي دير دابا في هذا تتخلصها؟